ثم مشاهدينا الكرام في فقرة المهن. الحضارة والعمران من مباني وجسور كلها منشآت أبصرت النور من خلالها، فبين التصميم والتخطيط والإشراف يتحول إلى مشروع من حلم صغير إلى واقع مشرف. الهندسة المدنية مهنة سامية عرفت من ما قبل التاريخ وتطلبت من أصحابها الإبداع وروح الإتقان في العمل. تعرف أكثر مشاهدين الكرام عن هذه المهنة وتفصيلها مع المهندس المدني ماجد الحمادي. حياك الله. صباح الخير. الله يسلمك. طيب إحنا دائما حتى في الجامعة الطلبة عندهم شوي صعوبة في اختيار التخصص في الهندسة، اللي ما يميز بين الهندسة المدنية والهندسة المعمارية، وكيف ممكن يعرف شو التخصص اللي بينهم أو شو الفرق بين هذه وهذه. فخلينا نوضح هذه النقطة ونبدأ معك في الأسئلة إن شاء الله. بس بالنسبة للفرق بين الهندسة المدنية والمعمارية، هو الدارج عند الناس أن المهندس المعماري اللي يقوم بالتصاميم والتنفيذ كله يكون على المهندس المدني. جميل. لكن الصحيح وفعليا هو أن المهندس المعماري يقوم بالتصاميم المعمارية والمهندس المدني يقوم بالتصاميم الإنشائية. أوكي. والإنشائية هي عبارة عن في البدايات في عملية الحفر وعملية وضع الأساسات. هذه وظيفة المهندس المدني. المدني. ويوضع هو في الميدان. هو في الميدان. حلو. والمصمم المعماري يضع التصاميم المعمارية اللي تكون لمصامم مثلا الأبراج، الطوابق، الأبعاد، وين مدخل الشقة، وين مكان الغرف. حلو. أبعاد الغرف. جميل. والاثنين كذلك يقومون في الموقع بالإشراف على تخصصاتهم. يعني المهندس المدني يشرف على التصاميم الإنشائية اللي عملها. حلو. نعم. والمهندس المعماري يقوم بالإشراف على التصاميم المعمارية اللي يشتغل عليها. يكملون بعض. نعم. حلو. جميل جميل. طيب لو نتحدث عن يعني الهندسة المدنية، أكيد لها فروع، يعني أكثر من فرع، نوضح للمشاهد شو هي فروع الهندسة المدنية. طبعا بالنسبة للهندسة المدنية في فروع عديدة، مثل هندسة النقل واللي هي معروفة بهندسة الطرق والمواصلات المتعلقة ببناء الجسور والشوارع والأنفاق. وعندنا كذلك هندسة المساحة اللي هي تتعلق برفع التقارير المساحية للمناطق اللي تحتاج لردم أو تحتاج لحفر أو بناء. وأيضا في المساحة الهندسة المتعلقة بالصرف الصحي، وهو تصميم شبكات الصرف الصحي للبنية التحتية. هذه طبعا بعض أنواع الهندسة المدنية، وفي أنواع عديدة أخرى يعني. نعم. طيب الهندسة بدايتها تعتمد على دراسة وعلى أساس كبير حتى أن يكون مهندس في النهاية، لأن راح يمسك أبراج وراح يمسك مشاريع ومدن بشكل كبير. كيف ممكن يتدرج هذا المهندس حتى يصل إلى هذا المستوى؟ اليوم أغلب الشركات العالمية تأخذ مهندسين من الخارج، يعني وهذا ملاحظ بشكل كبير، بحيث أنه يقول لك عنده تجارب وبنى أكثر من مشروع، ولكن كيف أنه مهندس وطني يدخل هذا المجال برأيك؟ طبعا الشركات يوم تفضل مهندس من الخارج تقول هذا عنده خبرة. انزين، اذا هم كل الشركات يشوفون اللي عندهم خبرة المهندسين الجداد كيف بيكون نصيبهم؟ لازم يعطون فرصة حق المهندسين حتى يكتسبون الخبرة، في المقابل يعني بيقدرون يشتغلون في الميادين والمواقع. وجامعاتنا ما شاء الله حاليا يعني معترفة في الولايات المتحدة، معترفة في المملكة المتحدة، في بريطانيا، ونقدر نكمل دراسات عليا في هذه الجامعات في الخارج بشكل كامل واعتراف كامل من جامعاتنا في التخصصات الهندسة والهندسة المعمارية. جميل. نعم جميل. طيب لو نتحدث نعرف المشاهد يعني أو حتى الطالب اللي راغب بهذا التخصص، شو الصعوبات اللي ممكن يواجهها سواء في الدراسة أثناء فترة الدراسة أو في العمل الميداني؟ طبعا يتخرج الطالب في البداية، هو لازم يختار من بداية التخصص انه يدخل العلمي مش الادبي لدراسة الهندسة. واول ما يتخرج الطالب من الثانوية يدخل للجامعة يتفاجأ بالهندسة المدنية، يعني دخل في تفاصيل مواد هندسية بحتة، رسومات، تصاميم، حسابات كثيرة يعني متعلقة بكل التفاصيل. فيمكن في البداية يفاجأ هذا الموضوع ويشوف انه صعب بالنسبة له، لكن هو مع التعلم مع المجموعات الموجودة للطلاب مع مساعدة المدرسين يقدر يجتاز هذه المهمة وينجح إن شاء الله ويكون الموضوع بسيط. طيب طبعا عيوبها كثيرة، وهي أولا الوقت، يعني هذا نتحدث عنه أن أغلب وقت المهندس في الشغل في العمل لأنه خلاص مشرف على أدق التفاصيل، ولكن من إيجابياته يقولون أن معاشه زين.
والله يقولون الحمد لله. طيب خصوصا انه يوم يمسك مشروع كبير وما الى ذلك، ولكن خلينا نتكلم ما هي شيء مقابل شيء. يعني اذا كان المعاش، احنا ما نتكلم عن الرسمي، نتكلم عن حتى في الشركات الخاصه الكبيره ممكن المهندس يكون من الشخصيات الكبيره اذا مسك هذه المشاريع، لكن خلينا نتكلم عن عيب الاساسي والكبير اللي هو الوقت الكبير والجهد، وحتى مرات توصل لمرحله النرفزه والعصبيه. هذا تتكلم اذا كان هو المهندس ماسك مشروع واحد، وما بالك اذا المهندس عنده اكثر مشروع في اليوم يروح له. صحيح. فهو لازم يكون يدقق على التفاصيل، ان المشروع يقومون بانجازه حسب المخططات، فالمخططات فيها تفاصيل دقيقه جدا، والمهندس لازم يعطي توجيهاته للفنيين، وبالمقابل الفنيين يعطون توجيهاتهم للعمال بالعمل بحرفيه في انجاز هذا المشروع، لان اي غلطه لا سمح الله تكلف كثير في المستقبل. صحيح صحيح. طيب قبل شوي ذكر محمد نقطه، انه دائما يمكن الثقه اكثر في مثل المهندسين الاجانب او غيره. من وجهه نظرك شو هي مواصفات المهندس الناجح؟ يعني اليوم كيف نقدر نقول هذا مهندس ناجح او محترف، او شركه او حتى كاشخاص يلجؤون لمهندس معين يقولون لان هذا محترف، فشو لازم يتوفر فيه يعني من مواصفات الاحتراف؟ طبعا مواصفات المهندس الناجح والمحترف بأن يكون ملم بأدق التفاصيل في أي مشروع يستلمه. يعني من يستلم مشروع يشوف المشروع شو يتطلب، شو توجهات المشروع، شو الدراسات المطلوبة من المشروع بعد إنجازه، من ناحية البيئية، من ناحية الاقتصادية. فالمهندس الناجح يكون هو، وهو الموضوع اللي يتحدث عنه الجميع، أن المهندس يخلص المشروع بأفضل وقت وأقل التكاليف. حلو. طبعا ما يأثر على جودة المشروع، طبعا ما يأثر على جودة المشروع، يكون المشروع نفس الجودة اللي عملت فيه الدراسة من البداية. طيب نتكلم عن فرص العمل أساسا، نشجع شوي الشباب. إذا لم تكن حكومية أو الخاصة، شو الفرص المتاحة للمهندسين سواء كان مدني أو حتى التخصص الآخر؟ بالنسبة لفرص العمل، الهندسة المدنية أو المعمارية هو السوق يطلب المهندسين بشكل كبير. يعني المشاريع موجودة في كل مكان وما راح تتوقف، خصوصا في الإمارات. خصوصا في الإمارات ما شاء الله التقدم العمراني صحيح سريع جدا، فيتطلب مهندسين مدنيين ومعماريين. والتخصصاتهم والفروع الهندسة المدنية بالأخص، مثل ما تحدثنا في فروع في الهندسة، هندسة المساحة، في هندسة الطرق، في هندسة الإنشاء. فيتخرج مهندس المدني يقدر يشتغل في معظم الدوائر الحكومية أو المؤسسات الخاصة. جميل جميل. طيب خلينا نعرف بعد المشاهدين اليوم، يعني أي مشروع شو المراحل اللي يمر فيها، يعني من أول شيء لنهاية المشروع شو هذه المراحل اللي يمر فيها؟ هو بخصوص مراحل المشروع، طبعا نعرف المشروع هو يكون عبارة عن عدة مراحل أو مهام تنجز ضمن زمن فيه بداية وله نهاية وله ميزانية محددة للمشروع. فبالنسبة للمشاريع العقارية أو المشاريع الإنشائية، تكون المرحلة الأولى هي مرحلة الدراسة. شو الغرض من المشروع؟ غرض البيئة، هل هو يكون مشروع محافظ على البيئة؟ مشروع ذات قيمة اقتصادية للبلد؟ صحيح. فندخل في المشاريع فهي من البداية، من الحفر ومن وضع الأساسات، من وضع التصاميم والمخططات والإنشاءات المعمارية. نعم. إلى انتهاء في النهاية بالواجهات بالواجهات المبنى اللي تعكس طابع الجميل وراء الهندسة. صحيح صحيح. في النهاية هذا المخرج النهائي اللي المفروض أحد يشوفه إذا كان خارجي أو حتى الداخلي. نحن نشكرك على وجودك معنا المهندس المدني ماجد الحمادي، الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا جزيلا. رب يوفقك إن شاء الله في ما هو قادم، إن شاء الله نشوفك ماسك مشاريع كبيرة إن شاء الله. الله يبارك.